ما أريد أعمله في هذا الفيديو هو مراجعة كل الأشياء الرائعة والغريبة التي تعلمناها عن المثلثات. إذن أولا لقد تعلمنا، دعوني فقط أرسم حزمة من المثلثات. فلدينا هذا المثلث هناك. أول شيء تحدثنا عنه هو المنصفات العمودية لأضلاع المثلثات. بالتالي إذا أخذنا، دعونا ننصف هذا الضلع هنا، ودعونا نرسم خط عمودي عليه. بالتالي هذا الخط هنا سوف يكون المنصف العمودي لهذا الضلع هنا. بالتالي هو عمودي وينصف، دعونا نرسم منصف عمودي آخر هنا. إذا نحن نتعلم أن هذه هنا هي نقطة المنتصف لهذا الضلع، لنرسم خط عمودي، هذا عمودي، وهذا الطول يساوي هذا الطول، ثم دعونا نعمل واحد آخر، لنعمل واحد هنا، هذه هي نقطة المنتصف لذلك الضلع هناك، ثم سوف نرسم خط عمودي، نعلم أن هذا الطول يساوي هذا الطول هنا، وما تعلمناه هو أن مكان تقاطع كل هذه المنصفات العمودية. ما هو رأي حول هذا؟ وبصراحة كل الأشياء التي سنتحدث عنها في هذا الفيديو هو أنها تتقاطع في نقطة واحدة مميزة، وهذه النقطة المميزة هي على نفس البعد من كل رؤوس هذا المثلث. بالتالي هذه المسافة سوف تساوي هذه المسافة، وهي سوف تساوي تلك المسافة، ولأنها على نفس البعد من الرؤوس يمكنك رسم دائرة بهذا المقياس من نصف القطر وتمر من الرؤوس. بالتالي يمكنك رسم دائرة بهذا المقياس من نصف القطر وتمر من خلال الرؤوس، ولهذا السبب نسمي هذه هنا تلك النقطة، وهي نقطة تقاطع المنصفات العمودية. دعوني أكتب ذلك هنا حتى نستطيع أن نبقى على تواصل مع الأشياء. المنصفات العمودية، المنصفات العمودية perpendicular bisectors، ونسمي هذه النقطة هنا المركز المحيطي circumcenter، لأنها مركز الدائرة المحيطية، أي الدائرة التي يمكن أن تحيط بهذا المثلث. بالتالي هذه هي الدائرة المحيطية circumcircle، ونصف قطر الدائرة المحيطية وهو المسافة بين المركز المحيطي والرؤوس هو نصف القطر المحيطي circumradius. إذن هذه كانت المنصفات العمودية. الآن الشيء الآخر الذي تعلمناه، الهدف الرئيسي من هذا الفيديو، هو التأكد من أننا نستطيع أن نميز بين كل هذه الأشياء ولا نرتبك كثيرا. إذن دعوني أرسم مثلث آخر عشوائي هنا. الشيء الآخر الذي فكرنا به هو، حسنا، ماذا عن إذا كنا سننصف الزوايا؟ فالآن نحن لا نتحدث عن المنصفات العمودية للأضلاع، نحن نتحدث عن تنصيف الزوايا. بالتالي يمكن أن ننصف هذه الزاوية هنا. سأحاول أفضل ما عندي لرسمها. بالتالي هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية، ويمكن أن ننصف هذه الزاوية هنا. يمكنني أن أعملها بشكل أفضل من ذلك. إذن هذه تبدو محاولة أخيرة. بالتالي يمكنني أن أنصفها هكذا، ثم هذه الزاوية التي أنصفها سوف تساوي تلك الزاوية، ثم إذا نصفت هذه الزاوية، نعلم أن هذه الزاوية سوف تساوي تلك الزاوية هناك. ومرة أخرى لقد أثبتنا لأنفسنا أن كلها تتقاطع في نقطة مميزة، وهذه النقطة بدلا من أن تكون على نفس البعد من الرؤوس
هذه النقطة هي على نفس البعد من أضلاع المثلث، بالتالي إذا أسقط خط عمودي إلى كل من هذه الأضلاع فهذه المسافة سوف تساوي تلك المسافة، وهي ستساوي تلك المسافة، وبسبب ذلك يمكننا رسم دائرة بحيث تكون مماس للأضلاع ولها نصف القطر هذا. إذن يمكننا رسم دائرة، تبدو مثل هذا، ونسمي هذه الدائرة لأنها بداخل المثلث، نسميها بالدائرة الداخلية للمثلث N circle. وهذه النقطة يمكن أن نسميها وهي نقطة تقاطع منصفات الزوايا، يمكن أن نسميها بنصف قطر الدائرة الداخلية للمثلث N radius. والأشياء الأخرى التي تعلمناها عن منصفات الزوايا، وهذا كان فقط علينا أن نرسم واحد آخر، دعوني أرسم مثلث آخر هنا، ودعوني أرسم منصف زاوية، بالتالي سوف أنصف هذه الزاوية، إذن هذه الزاوية تساوي تلك الزاوية، ودعوني أسمي بعض النقاط هنا، لنقل أن هذه، سوف أغير الألوان، لنقل أن هذه A، وهذه B، وهذه C، وهذه D. لقد تعلمنا أنه إذا كان AC هو منصف الزاوية BAD، أن النسبة بين AB على BC سوف تساوي النسبة بين AD وDC، بين AD وDC. في بعض الأحيان هذا يسمى بنظرية منصف الزاوية. هذا رائع. فالشيء التالي الذي تعلمناه هو لنرسم مثلث آخر. هذا سيكون مراجعة كاملة لكل ما غطيناه في الفيديوهات الأخيرة السابقة. إذن دعوني أرسم مثلث آخر هنا، فالآن بدلا من رسم المنصفات العمودية، بالتالي دعوني أسمي كل شيء، فهذه كانت منصفات الزوايا Angle Bisectors. والآن ما سوف أفكر فيه هو المستقيمات المتوسطة Medians. إذن المنصفات العمودية كانت من نقطة المنتصف، وهي الخطوط التي تنصف الضلع وعمودية، وليس من الضرورة أن تمر بالرؤوس، لكن عندما نتحدث عن المستقيمات المتوسطة فنحن نتحدث عن النقاط التي تنصف الأضلاع لكنها تمر بالرؤوس، وليس من الضروري أن تكون عمودية. إذن لنرسم بعض المتوسطات هنا، فلنقل أن هذه هي نقطة المنتصف لذلك الضلع هناك، بالتالي يمكننا أن نرسم المستقيم المتوسط هكذا. لاحظ أنه يمر من خلال الرأس، لكن هذه ليس من الضروري أن تمر من خلال الرؤوس، وهذا هنا ليس من الضروري أن يكون عمودي، لكننا نعلم أن هذا الطول يساوي ذلك الطول هناك. دعوني أرسم مستقيمين متوسطين آخرين هنا، بالتالي هذه هي نقطة المنتصف، تبدو وكأنها هنا بالضبط، ونقطة المنتصف تبدو أنها هناك، بالتالي هذا الطول يساوي هذا الطول. لاحظ أنه يمر من خلال الرأس، ولكنه ليس من الضروري أن يكون عمودي. ثم هذا الآخر، لاحظ نقطة المنتصف تبدو هنا تماما. حسنا، ومرة أخرى كل هذه الخطوط تتلاقى، كلها تتقاطع في نقطة واحدة هنا، بالتالي هذا الطول هنا يساوي هذا الطول هنا. ويوجد العديد من الأمور الرائعة حول المستقيمات المتوسطة. عندما ترسم المستقيمات المتوسطة الثلاثة هكذا، فإن تلك النقطة المميزة حيث تتقاطع نسميها النقطة المركزية Centroid. وكما ذكرت، ربما تتعلم هذا لاحقا في الفيزياء، هو أنه إذا كان هذا المثلث منتظم وله كثافة منتظمة، وكان عليك أن ترميه أو تديره في الهواء، فهو سيدير حول النقطة المركزية، وهي أساسا ستكون مركز كتلته.
فإنه سيدور حوله كأنه يطير في الهواء إذا كان له نوع من الدوران. أعتقد يمكنك القول أن هذا الشيء رائع لنتعلمه هنا، أن هذا أيضا يقسم هذا المثلث إلى 6 مثلثات لها نفس المساحة، بالتالي هذا المثلث له نفس المساحة لذلك المثلث. لقد أثبتنا هذا قبل عدة فيديوهات سابقة، كل من هذه المثلثات الستة لها نفس المساحة. الشيء الآخر الذي تعلمناه عن المستقيمات المتوسطة هو أن موقع النقطة المركزية على كل من المتوسطات هو على بعد 1/3 طول المتوسط، بالتالي نسبة هذا الضلع أو هذا الطول إلى هذا الطول هي 2:1، أو أن هذا يقع على 1/3 طول المستقيم المتوسط، هذا الثلث المتوسط، بالتالي النسبة هي 2:1. شيء آخر متعلق بذلك تعلمناه، وهو ليس بالضرورة عن المستقيمات المتوسطة ولكنه مفهوم متعلق بذلك، هو فكرة المثلث المتوسط. المثلث المتوسط هكذا، حيث نأخذ نقطة المنتصف لكل ضلع، نقطة المنتصف لكل ضلع، وترسم مثلث يصل بين نقاط المنتصف لكل ضلع، نسمي هذا المثلث بالمثلث المتوسط (medial triangle). وقد أثبتنا لأنفسنا أنه عندما ترسم مثلث متوسط فإنه يفصل هذا المثلث إلى 4 مثلثات، ليس فقط لها نفس المساحة، لكن المثلثات الأربعة هنا هي في الحقيقة مثلثات متطابقة، ليس فقط أنها متطابقة لكننا بينا أن هذا الضلع موازي لهذا الضلع. دعوني أستخدم المزيد من الألوان هنا. هذا الضلع موازي، في الحقيقة يجب أن أرسم سهمين هكذا، أن هذا موازي لذلك الضلع، هذا الضلع موازي لهذا الضلع، ثم لديك هذا الضلع موازي لهذا الضلع هنا، وهذا الطول يساوي نصف ذلك الطول، وهذا الطول نصف ذلك الطول، وهذا الطول نصف ذلك. ولكن الحقيقة التي نصلها أن هذه 4 مثلثات متطابقة. الشيء الأخير الذي تطرقنا له هو رسم ارتفاعات المثلث، بالتالي يوجد مستقيمات متوسطة ومثلث متوسط. سوف أرسم آخر مثلث هنا، سوف أذهب من كل من الرؤوس ولن أذهب إلى نقطة المنتصف الضلع الآخر، وسوف أرسم خط عمودي للضلع الآخر، بالتالي هنا سوف أسقط خط عمودي، ولكنه ليس من الضروري أن ينصف الضلع الآخر. مرة أخرى سوف أسقط خط عمودي ولكنه ليس من الضروري أن ينصف الضلع، ثم أسقط خط عمودي لكنه ليس من الضروري أن ينصف الضلع أيضا. وقد أثبتنا أيضا لأنفسنا أن هذه هي ارتفاعات المثلث، ارتفاعات المثلث altitudes، وهذه أيضا تتقاطع في نقطة، تتقاطع أيضا في نقطة مميزة، وسوف أكون واضحة، هذه النقطة ليس من الضروري أن تكون داخل المثلث، وهو صحيح كمل للمنصفات العمودية، ففي الواقع يمكن أن تكون في خارج المثلث، وهذه النقطة المميزة نسميها ملتقى الارتفاعات (ortho center). إذن سوف أترككم هنا، وآمل أن هذا كان ذو فائدة، لأنني أعلم أنه من الممكن أن يكون مربكا لكم كيف يختلف المستقيم المتوسط عن المركز المحيطي، وهو مختلف عن ملتقى الارتفاعات أو نصف قطر الدائرة الداخلية أو أي شيء من هذا النوع. آمل أن هذا وضح لكم الأمور قليلا.